عليكم اخوتي المشاهدين الاعزاء الغاليين، كيبقيتو مع الصحيحه، كيبقاو وليداتكم، كيبقى معز عليكم. كنتمنى اخوتي واخواتي تكونوا على خير وبخير، يكونوا بصحه جيده يا ربي. واليوم خصكم اليوم ندير معكم هذا الفيديو راه جديد وطيب لي هذا النهار. تقلي هذاك نانو، ماشي نانو، إلال إلال، تقلي إلال دابا نتوما قدامكم على عينيكم، وطيب لي به البيته ديال الشعير ونديروها اخوتي وعلى الكمال على الله. قالوا لي ديريها في الشعير وديريها في الحليب وديريها في دانون، وانا دانون ما تنشربوش، ما عنديش معاه الحليب دابا تقاي السميده نديرها فيه. وكنتمنى الشفاء لكل واحد اللي مريض الله يشافيه، واللي ما عندوش الوليدات الله يرزقوا الذريه الصالحه اخوتي. وكنتمنى لكم السعاده والهنا نتوما وليداتكم، وشكرا لكم على الكومنتات الزوينين بحالكم، على المشاهده الزوينه بحالكم اخوتي، وشكرا لكم بزاف، راكم فرحتوا مريم، الله يفرحكم دنيا واخره، وشكرا لكم. دابا تابعوا مريم ان شاء الله نرى طيب لي الفطور الحبيبه ديالي، الوريده ديالي اللي خطاني ربي، الله يخليكم نتوما وليداتكم وبنياتكم والمهمات ديالكم الابد ديالكم، وشكرا لكم. تابعوا اختكم مريم والكلمه لمريم. دابا السلام عليكم اخوتي المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. واليوم راه الصباح هذا غنديروا الفطور، وندير الوالده التيشه الشعير بهذيك كتمثل الا ونتمنى ليها الشفاء العاجل ان شاء الله يا ربي، والشفاء لجميع المسلمين يا ربي، اللي مريض الله يجعل ربي يشافيه. والله يخليكم لينا نتوما اخوتي المشاهدين، راكم هنايا وعمرنا نتفرقوا معكم الا ما فرقتنا الموت. ونتمنى من خوتي المشاهدين يقبلوا عليا لاي حاجه درتها معاهم يقبلوا عليا. وشكرا لكم اخوتي المشاهدين على الكومنتات اللي كتخليونا زوينين وعلى المشاهده ديالكم، الله يجعل ربي يخليكم لينا. ودابا يا عندهم تحياتي خوتنا المشاهدين، كي دايرين؟ بخير، نتمنىكم تكونوا على خير وبخير. كما كتشوفوا راني خدام، وعيطت لي مريم وهي جيت دابا تصورني، قالت لي دابا المشاهدين ما عرفتش انا ما تنعرفش نصور، وهي حطت هذيك قدامها باش تصور السبوره ما عرفاش تصور. ودابا انا تنقي دايره السميده ديال الشعير، انا تنقي لمريم باش طيبها لي ثم مالي الخير، وندير الكمال على الله. قالك ديريها مزيان الله عرفها. سلامي. دابا هذا إلال ولا ما عرفتش إلال، دابا غادي نديرو في الطاجين، غنشعل البوطة، غادي نحرقو ونطحنو. والله يرضى عليك يا مريم، الله يرضى عليك انتي وسي العربي وسي محمد وخوتنا المشاهدين كاملين العزاز الغاليين، الله يخليهم لي والله يحفظهم المتابعين اللي متابعينا، وعلى المشاهدة ديالهم الزوينة بحالهم. الله يجعل ربي يشجعكم ويخليكم ليا ويطول لكم العمر ويعطيكم ما كتمنوا ان شاء الله يا ربي. وشكرا يا خوتي المشاهدين في ما كانوا، كلهم عزاز وغاليين وراهم في القلب، شكرا لكم بزاف. انا حرقته نتبعو في الكفوره تحمر، وبغادي نطفي البوطه، ودابا غادي نمشي نطحنو وانتوما معايا خوتي المشاهدين. كنبغي ندير الما في الطاوه يتبخ حيت تزرق الطاوه. دابا غادي نردها باش نكاد الشيشة طيب. أنا نقيتها لك، الشيشة تغسل نتوما خوتي، غادي نسكت طرف هاد الصفاي، نعاود نغسلها، دابا انا ساليتها. دابا خوتي المشاهدين خليكم معايا، هانتوما لالا مريم كريتها جات زوين حمرات مزيان هانتوما. ودابا قد ما يبرد عاد طحنو ان شاء الله، وديرو لي في الطبيسيل ونبقى نهز وندير في الهبيته ديال الشعير ولا في الحليب ولا فاش ما كان ونديرو. ونديرو خوتي المشاهدين اللي قالوا لي ديري نديرو الكمال على الله، هكاك مزيان العطا. جات لي الطاوه، غادي ندير التشيشه بسم الله، هز هز طيب يا مريم.
احنا معاه حتى الطيب. ما عندي ما نسى المريم انا حاد قصبرك الله في اي حاجه ما يخلي بصحي حساب خلي لنا خوتنا المشاهدين تا هما فضلهم ربي الله يخليهم لينا يا ربي امين. غادي نخليها تطيب اخوتي المشاهدين. اما مريم اخوتي المشاهد راه تهلا فيا والله قالت لك امي انت نديرو لك العذر مزيان حرك رجلك تقوى برك اللي تيديرو لي اخوتي كنتخدم خلعتني لا لا خلعتني راه صعيبه وكاك الله يسر انت تبقى تشوفي النقشة تبقى تشعل والله انا ما اشتريت شاعلة هي كانت شاعلة شاعلة هي وخا مي تنطفي بو تبقى شاعلة سبحان الله غير النقص راك تكون نقص اخوتي طيارة ثامنة صداع فيا اخوتي مشاهدينا نطحنها ونتلاقاو ان شاء الله طحنت دابا غادي نحمر انتم كيما كتشوف اخوتي جا بحال شحال زميتها انتم اللي بغا يديروا زميتها تا هو يديروا راه مزيان العظام اخوتي انا اول مرة باش تهرس وداروا لي الحديده بقات يقولوا لامي راه فعلا مش جبر المخ دير لها العظام المخ وكانت تعطيه لي ما كنتش ناكل اخوتي كنت نخبع مسكينه الوالده تقول لي راه كليت وانا كنت نخبع والله كنتش قاد ناكل ولكن ما كنت محطيبه فيه بشي شكل دابا هي ما تخبعيش انا حداك دابا انا على هذا الحرق اللي فيها ما تخبعيش دابا انت تحضيني ما نحضيك انا حضيني اخوتي دابا انا اللي كي قالت قلت قدامك راني كنت نخبر باش تحضيني حاضيه دابا تحضيني دابا حضينا دابا ناكلو بلا ما تحضيني على حساب هاد الحريق اللي تيبات في درك لاخوتي راه تقولي السم وما هذا والله العظيم الا الحريق تيقطع لي في رجلي اللي قالوا لي دابا ديري تنديرو ونديرو الكمال على الله وتنشكر خوتي المشاهدين تكون مريم خفيفه على قلوبكم وشجعوا لاله مريم وقلتوا لها باني اختي مريم وهي بانت لكم وشجعوا حتى نتوما عاونوا ابوني وعاونوا بالمشاهده ديالكم شكرا لكم راكم عاونتوها وفرحتوها الله يفرحكم دنيا واخره نتوما وليداتكم الله يعطيكم ما كنتمناو ان شاء الله يا ربي الله يحفظكم ويحفظ وليداتكم ودابا لاله مريم انتم راه قايمه بالواجب بنيتيها مسكينه نهار كل يوم يزيد لك امي تي كون نهار طيب لك باش تبراي لي وتنوضي باش حرا نوض باش نبقى انا وياها لاله نديرو الفيديوهات ونديرو نتسالا ونخرجوكم معانا وخا نخرجو غا برا نخرجوكم معانا شبيه لاله مريم كطاجر تصفيق انا درتو لها في الطاسه قريعه دابا تبقى تاكل معقب تاكل ان شاء الله الله يحفظك الحبيبه وخليك ليا وخلي لي المشاهدين ديالي العزاز الغاليين كلكم عزاز وكلكم في القلب الله شاهد عليا من ما تشوفكمش غير نهار دابا مريم قالت لها المهم بلا ما تنوضي للبرد قلت لها لا مشيت انا نشوف المشاهدين ديالي حتى انا راه عزاز وغالي راكم في القلب اخوتي ما شفتكمش غير نهار بحالي خاصني شي حاجه شكرا لكم اخوتي وتابعوا مريم ان شاء الله تطيب الطيب يا ربي نشوفوش انا طيب تكيت كنا خوتي مشي لنتين وغادي ندير الملحه ديما طابت فيها الملحه دابا والسكر تجي بنينه تدخل مع الماء تدير الحليب تقول شربات الحلاوه والملح ندير السكر بزاف نديريها طويبه بارك الحلاوه خليكم معنا اخوتي المشاهده حتى طيب ندير اتاي بسم الله ندير حبوباتاي نسكر هاد الماء دابا غادي ندير السكر منديرش بزاف نديرها طويبة باركة السكر ما مزيانش هو الملحة دابا غادي ندير اتاي غادي ندير شيبة ديال الماء سخون حيت حارة بحرا تطلق هاديك الحرارة ديالها
غادي نبقى البوطه غادي حتى يتشحر. خليكم معايا اخوتي المشاهدين حتى يتشحر لي اتي ونوريكم كي جا. هاد الكاس هذا كنهدي لخوتي المشاهدين كاملين، الله يخليهم لينا والله يطول ربي في عمرهم، وان شاء الله نتلاقاو في ساعه الخير ويجيو لعنا ان شاء الله يا ربي. وشكرا لكم بزاف وخليكم معنا اخوتي المشاهدين. حليب والد راه قاسي وحد الشهر تيتهاودو برا وانتم معايا. دابا طابت لي اخوتي المشاهدين يعطيك الصحة. أنا وياك الوالدة غادي ندرس ليه، كنتمنى خوتي المجاهدين يجيو ياكلوا معنا هاد السميدة ديال الشعيرة غزالة مزيانة الله عظم تيقول أخوتي ونديروها. وكانت تديرها للوالدة شحال هادي كنت تناكلها هي، راه هذا اللي كنت ما تناكلوش. ما هي كانت الفطور ديالو نتمنى خوتي المشاهدين يكتبوا عليا والوالدة تقبل عليا والله يخليكم لينا خوتي المشاهدين. وشكرا لكم بزاف والله العظيم العيا ونشكركم، ما غادي نردو لكم حتى شي حاجة، راكم عزاز وغاليين والله يخليكم لينا. وما نطولش عليكم هذا الفيديو ندير قدامكم هذا لاختكم يطوب باش ما تقوليش ما ديريليش ندير لكم عقر. دابا اخوتي المشاهدين ملي قلت لك كنت نخبي على الوالدة قالت لك غنبقى ندير لك انا بيدي وتاكلي. دابا اسمع حاضية قولي باش تبغي انا ناكل اخوتي المشاهدين والكاميرا على الله والله يخليكم ليا والله يخليكم ديما منورين كنوارة والله يجعل ربي يحفظكم يحفظ وليداتكم ويعطيكم ما كنتمناو ان شاء الله يا ربي. وشجع اختكم مريم وتكون خفيفة على قلوبكم وما نطولوش عليكم اخوتي المشاهدين هذا الفيديو. وبالسلامة عليكم وراكم عزاز وغاليين وراكم في القلب وهاد بوسة ليكم. وبالسلامة عليكم اخوتي المشاهدين.